اهلا بكم. مشاكل الابصار مشاكل مزعجه للغايه، حوادث كتير بتحصل بسبب مشاكل الابصار. ليميتيشن يعني تحديد حياه ناس كتير بتحصل بسبب مشاكل الابصار، تحديد حياه مشاكل حياه ناس كتير. واحد نفسه يبقى ظابط، حلم حياته يبقى ظابط، عنده قصر نظر مش هيتقبل في كليه الشرطه، وده حق كليه الشرطه او حق هذا الفيلد، لان هو الفيلد الامني الجيش لازم شروط معينه، ما ينفعش تمسك سلاح وانت عندك قصر نظر، انك هتقتل صديقك، تقتل من غير ما تقصد، انت مش شايف. في السواقه نفسه كان يكون لعيب كوره مش قادر يلعب لانه عنده ضعف ابصار شديد. في كان عندنا قصص مشهوره جدا انه بعض حراس المرمى في مصر كان عندهم قصر نظر في وقت من الاوقات، ما كانتش لسه العدسات موجوده بشكل كبير، ما كانش لسه الليزك انتشر، فكان عندهم مشاكل في اللعب تحت الاضواء الكشف، كانت حاجه بتتقال على بعض حراس المرمى المميزين في مصر. يعني انا بحكي لكم على حاجات بسيطه، فما بالك بقى سواقه، كل الناس بتسوق، حضرتك هتشتغل جراح عندك قصر نظر، دخلت كليه الطب لان نظرك ضعيف، عايز تتخصص في الجراحه مش عارف تتخصص في الجراحه لانك عندك قصر نظر شديد فيمنعك من التخصص في الجراحه. قصص كثيره جدا في عالم المشاكل الابصاريه، عالم مشاكل النظر. تعالوا النهارده نحكي ونتكلم، والنهارده نتكلم عن الاستجماتيزم، هذه الحاله اللي برضو من ضمن حوارنا النهارده اللي ما حدش بيتكلم عنها كتير، ومشاكلها مزعجه جدا جدا. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم اصلاح الابصار، الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري علاج الحول والجفون وعلاج مجرى الدمع، وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون، وزماله الكليه الملكيه البريطانيه، وزماله جامعه كاليفورنيا، زميل جمعيه الحول الامريكيه، رئيس قسم الحول والجفون بالمستشفى المغربي بدبي، والمؤسس والمدير لمراكز طبيبي للعيون. اهلا بك. اهلا بك دكتور ايمن، سعداء بوجودنا معاك النهارده جدا في الحلقه الجميله دي. الله يبارك فيك. النهارده عندنا ثلاث قضايا نبدا بيهم حوارنا، قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، اشهر ثلاثي. اشهر ثلاثي طبعا، زي ما ذكرت في المقدمه، هم من الحاجات اللي هي المزعجه جدا، او في الحلقه ذكرت ان هم من الحاجات المزعجه جدا ضعف النظر، واللي بيعوق الاطفال. يعني هنتكلم موضوع كبير قوي، يعني عدسات وليزك وزرع، موضوع كبير جدا جدا جدا، فاحنا هناخده من اوله بس الجزء البدائي، ويمكن في الحلقات الجايه يكون نقدر نتوسع ونتكلم في بقيه اطرافه. يعني فاحنا هنا بنتكلم على تعريفاتهم والعلاج بتاعهم السهل، الجزء اللي بيقابلنا انا في العياده باستمرار دلوقتي او في السن الصغير اللي هو النظارات. يعني قصر، طول، استجماتيزم، الثلاث مصطلحات دول تقريبا انا يوميا، يعني لو انا مثلا بشوف 30 عيان في اليوم، هنقول مثلا منهم 15 عيان المصطلح ده بيتردد بينهم هم الثلاثه، وما بين الثلاث مصطلحات دول تقريبا بعيد نفس الكلام بقى لي حوالي 30 سنه، وبيتبقى برضو المفهوم ان الناس متلخبطه، يعني ايه قصر نظر، يعني ايه طول نظر، يعني ايه استجماتيزم، يعني بشكل يعني بحاول كتير جدا نوضحه. فحبيت نتكلم في الحلقه النهارده، اتمنى ان يبقى اوضح يعني من خلال حضرتك. يعني فهو قصر النظر، يمكن لو شفنا في الصور، قصر النظر هو اختصار دي النيله العاديه، الاشعه، اي حاجه بنشوفها بتنزل الصوره على اخر الشبكيه. يعني تخيلنا ان زي الاوضه هنا، ده قطاع من جنب العين، جنب العين، كان احنا قاسمين العين بالطول، كنا اوضه غرفه الصوره بتنزل من قدام بتتجمع في اخر الغرفه، ده العين العادية اللي احنا بنشوف بيها. لو جينا للصورة اللي بعدها وشفنا القصر والطول، القصر الأشعة ما وصلتش لآخر الغرفة، قبل الغرفة بشوية. يعني الأشعة مشيت 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 جوه العين وراحت واقفة في النص. الأشعة اللي هو الصورة، يعني لو بشوف شجرة ولا حاجة ما وصلتش. الانكسار خلى الصورة بتاعت قصيرة. قصيرة. وفي الطول اللي هي الصورة اللي جنبها، الصورة طويلة. يعني إيه الكلام ده هون؟ يعني الأشعة قصيرة بالنسبة للعين. يعني لو بالنسبة للشبكية. بالنسبة للشبكية بتاعت العين، هو آخر العين يعني. فالانجليز لما سموها قصر نقطه تجمع الاشعه، قصر نقطه تجمع الاشعه، الاشعه قصيره بالنسبه للعين. بس احنا اختصرناها وشلنا كل ده وخليناها قصر نظر. فده لخبط الناس، خلاهم فاكرين قصر نظر يعني بيشوف البعيد، ما بيشوفش القريب، بيشوف القريب بيشوف البعيد. دي مالهاش علاقه خالص بالموضوع خالص. هو قصر النظر او الميوبيا او ايا كان المصطلح بالانجليزي، ان الاشعه قصيره بالنسبه للعين، مش قادره توصل للاخر. ايا كان السبب، لان العين طويله شويه، العين كبيره شويه. احنا العين 24 مللي، فالصوره المفروض تمشي ل 24 مللي. لو العين دي 25 مللي، يعني مللي زياده، الاشعه تمشي برضه لل 24، بس في مللي ناقص اهون، فبقت الاشعه قصيره زي الصوره الاولانيه اللي على الشمال. فقصر النظر باختصار شديد
هو عباره عن قصر نقطه تجمع الاشعه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للشبكيه. طب طول النظر العكس، الاشعه طويله بالنسبه للشبكيه. فطول النظر عباره عن اشعه طويله بالنسبه للحجم، يعني الاشعه نشيت وعدت الحيطه او عدت ال 24 مللي واتجمعت وراهم. طب ده بيحصل امتى؟ لو العين 23 مللي بقى. خلينا ناخدها بالامتار، يعني لو العين متر مثلا فخلاص دي الصوره العاديه. لو الاشعه بتتجمع عند 90 سنتي فبقت قصيره بالنسبه للمتر، فده قصر. لو جمعت عند متر و10 سنتي فبقى ده طول. فالقصر هو قصر نقطه تجمع الاشعه، الطول هو طول نقطه تجمع الاشعه، في الاخر الشبكيه في النص، في الاخر القصير والبعيد ما بيشوفوش كويس. ففي كلتا الحالتين سواء كان قصر او طول الرؤيه مش واضحه. لا لها علاقه بان انا اشوف البعيد والقريب احسن، ولا انا اشوف القصر بيشوف القصير ويشوف البعيد وحش، ولا الطول بيشوف البعيد والقريب وحش. هما الاثنين بالنسبه لهم الرؤيه ما هياش واضحه، ما هياش كامله. وبالتالي ببقى محتاج زي ما هنشوف الصوره بعد كده اخد نظاره عشان اخد الاشعه القصيره دي اطولها شويه وانزلها على الشبكيه، او اخد الاشعه القصيره واقدمها قدام شويه عشان اشوف الشبكيه. طب ده القصر والطول، الاستجماتيزم فين؟ الاستجماتيزم ده بقى الكارثه الكبيره بتاعتنا بقى بصراحه في البتاع. بعيدا عن تبعيات الاستجماتيزم، احنا اول ما بنقول لاهل استجماتيزم قال لها تقول لك يا لهوي، وزي ما كنا مثلا اتكلمنا ان في مصيبه في العين يعني او في سرطان يعني. استجماتيزم. الاستجماتيزم لو شفنا في الصوره هنا اول، يمكن الحلقه عشان كده اتعمدت وخلينا استجماتيزم، الصوره ما اتجمعتش في نقطه واحده، بقى في نقطتين. احنا دلوقتي اتكلمنا من شويه الصوره في نقطه قدام الشبكيه، الصوره في نقطه ورا الشبكيه، في احتمال ثالث ان يبقى في الصوره في كذا نقطه، يعني واحده ورا واحده قدام، اثنين قدام واحده، اثنين ورا، اخد بالك ازاي. فهي كلمه استجماتيزم اسمها اللا نقطيه، اللا نقطيه يعني مش نقطه واحده، عده نقاط. فكلمه استجماتيزم اللا نقطيه الترجمه الحرفيه بتاعتها، هم سموها انحراف الاشعه عشان الاشعه مش ماشيه في كذا نقطه، ايا كان المصطلح. بس هو في الاخر هو حاجه مزيج ما بين القصر والطول، بس الاشعه بدل ما تتجمع في نقطه بقى بتتجمع في عده نقاط. لا تختلف في شيء عن الطول والقصر، هو برضو صوره غير واضحه، ما هوش مرض، ما هوش مصيبه يعني، ما هوش كارثه، هو برضو الصوره مش واضحه. في الاخر خالص احنا بنتكلم على صوره غير واضحه، بنحاول نخليها واضحه. زي ما نشوف هنا مثلا ادي الصوره الشبكيه، صوره الورده دخلت جوه العين، لايا كان السبب اللي هي اللي حصل قدامنا، هنلاقي الصوره بدل ما تتجمع في نقطه واحده راحت معديه واتجمعت على كذا نقطه ورا الشبكيه. ده الصوره العاديه بتتجمع على الشبكيه اهي، ده الشكل العادي، ده الشخص العادي يعني الرؤيه بتاعته. زي ما كان الصوره بتمشي عند 24 مللي او متر ايا كان التصور، جواها في المنطقه الصحيحه، المنطقه الصحيحه. هنا بقى نتيجه انبعاج السطح الامامي، يعني السطح مش مستوي، فصوره واحده راحت بتتجمع في نقطه ونقطه، ايا كان الاسباب السطح الامامي ما هوش مستوي خالص، فعندنا نقطتين، فبقت لا نقطيه مش نقطه، بقت عده نقاط. هو ده الاستجماتيزم، ما هوش حاجه كارثه، او ما هوش بلاقي الاهل جايين يقول لي يا ابني عنده استجماتيزم، ايه المشكله؟ ما هو القصر والطول استجماتيزم هما واحد. انا بشبهها زي الكاميرا، لو انا بصور حضرتك بكاميرا وعملت التركيز فوكس على الحاجه اللي قدامك، فهتطلع الحاجه اللي قدام حضرتك واضحه وانت صورتك مزغلله، فده قصر. لو انا ركزت على الحيطه اللي ورا حضرتك هتطلع الحاجه اللي هناك واضحه وحضرتك برضه صورتك مزغلله، فده الطول. طب لو انا ميلت الكاميرا كده هتطلع صوره حاجه مزغلله والحاجات الثانيه واضحه، فده الاستجماتيزم. فانا ما بين ثلاث حوارات هم في الاخر بصريات، ما هماش امراض، ما هماش بس امراض، هم عباره عن حجم عين، وحجم العين ده هو يا اما كبير شويه يا اما صغير شويه يا اما منبعج. وفي الثلاث احوال دول يختلف رؤيتنا او يختلف تشخيصنا اللي الانجليز حطوه واحنا ترجمناه بمصطلحات بتخض الناس خالص، وهي بريئه خالص من هذا المفهوم ان الاشعه انا بشوف البعيد بشوف القريب، عيني منحرفه، عندي مرض. هو في الاخر صوره غير واضحه بنتغلب عليها من خلال النظارات اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، وفي حلول ثانيه كتير هنتكلم عليها بعد كده. لكن هنتكلم بالنسبه للاطفال في سنهم، ومعظم الاطفال اللي بيقولي تعاملنا مع الاطفال الحل الوحيد اللي موجود هو النظارات، ومفيش غيره في العالم كله لغايه دلوقتي. بنحط النظاره، بناخد الصوره القصيره ونطولها، الصوره الطويله نقصرها، الصوره متجمعه في كذا نقطه نجمعها في العدسه السلندر الاسطوانيه ونجيبها على نقطه واحده. يعني زي كده ادي قصر حطينا عدسه جابت الاشعه على الشبكيه، ادي الطول حطينا عدسه جابت الاشعه اللي كانت ورا وحطيناها على الشبكيه، وبقى الشخص بيشوف 6 على 6 زي نظارتي كده. انا عندي قصر مع شويه استجماتيزم، من الناحيه الثانيه عندي طول مع شويه استجماتيزم، مفيش حاجه. هي نظاره في الاخر بتجيب الصوره على الشبكيه، فمفيش معجزه في الموضوع او حاجه تخض او حاجه تخوف. النظاره بتحافظ على النظر؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. ما تشاهدوا تقريبا مشهوره قوي النظاره حفظ النظر جدا جدا. لا غير نظاره حفظ النظر، حفظ النظر دي قصه ثانيه. انا ما اعرفش ايه حفظ النظر تحفظ النظر ده، اللي هقول لك عليها. هو في كذا نظاره بنتكلم عنها هنا، خلينا نتكلم عنهم المره الاول. النظاره اولا، النظاره زي اي حاجه بحطها على جسمي، هي دورها ان انا اشوف بيها كويس، لكن عمرها ما هتقدر تغير حاجه من جسمي. يعني ايه؟ العين احنا اتفقنا ان لها ابعاد طول. لما اجي السنه الجايه الابعاد دي طول في السن الصغير لغايه 18 سنه،
الابعاد دي ممكن تختلف مع النمو. يعني لو العين السنه دي حجمها 25 مللي، السنه الجايه ممكن تبقى 26 مثلا، عمرها ما هتبقى 24، لكن ممكن تتغير وممكن تفضل 25. طب حتى لو انا حطيت النظاره، هل تتوقع حضرتك انها انت تديها 25 بالنظاره؟ يعني حجم العين مش هيتغير لو انا حطيت بس النظاره؟ لا يمكن. حجم العين لو عايز يتغير هيتغير بالجينات. يعني ليه حجم العين مختلف؟ لان الجينات بتاعت الجسم، زي واحد عايز يطول هيطول مهما لبس مهما قلع مهما عمل، حجم جسمه بيتغير. نفس الحكايه بالنسبه للعين، حجم العين ممكن يتغير جدا في اي سنه لغايه سن 18 20 سنه بالجينات بتاعت جسمنا. جيناتنا هي اللي بتتحكم في النمو مش النضاره. فاذا النضاره كل دورها الغلبان ان احنا نشوف احسن، بس انها تحافظ على النظر او تمنع تغيير الرقم ده لا يمكن يحصل ابدا. اللي بيمنع كده هو الجينات واللي احنا ما نعرفش حاجه عنها. فالنضاره كل دورها في الموضوع هو الرؤيه. نيجي النضاره ان احنا نشوف بيها احسن، لكن الرقم يكون يتغير كل سنه؟ لا، ممكن يتغير، ممكن يدانه زي ما هو. ده حسب نمو العين اللي بيتحكم فيها الجينات، زي ما بيطول زي ما اجزاء جسمنا بتنمو. يعني النظارة حفظ النظر دي اللي هو واحد بيشوف 6 على 6 ويقول انا عايز اعمل نظارة عشان اشوف بيها احافظ على عيني. مفيش حاجة اسمها نظارة حفظ النظر، لأنه النظر نحمي لوحده. النظارة عشان اشوف بيها احسن للشخص اللي ما بيشوفش كويس. النظارات الجديدة طالعة اللي هي البلو كات، اللي هي النظارات اللي بتسوق قدام الكمبيوتر، اللي هي الأشعة المانعة للون الأزرق دي، في الجمعية الرمادية كلها كل أثبت إن ملهاش أي قيمة. دي بتتباع بشكل مهول على النت وفي أمازون. دي حاجة تجارية جدا 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 برضه، فرصة إن احنا بنتكلم عنها اللي ملهاش أي قيمة خالص. عندي ناس كتير جدا بيستخدموها نفسيا، يقول لي أنا بحس إن أنا أريح. طبعا هي طبيا وعلميا ملهاش أي قيمة خالص وبتتباع بغزارة. النظارة برضه صفر ما فيهاش مقاس، بس حاطين فيها حاجة عشان تمنع الأشعة البنفسجية الزرقاء أو البنفسجية من الكمبيوتر. الكلام ده مش موجود علميا بالنسبه لنا، ومحدش اثبته خالص انها مريحه او مفيده او بتفيد. فدي مش موجوده، نظاره حفظ النظر مش موجوده. احنا عندنا نظاره عشان نشوف بيها احسن زي نظارتي اللي انا لابسها مع حضرتك بس. ما فيش حاجه اسمها نظاره حفظ النظر يعني. لا ما فيش الكلام ده خالص. انا بشوف 6 على 6 ونظرك ربنا محافظ عليه، خلاص انتهينا. يعني عايز يتغير هيتغير بالجينات، مش هيتغير هيفضل زي ما هو. الارقام بتاعت النظر لما بتتغير مع السن ده معناها تدهور في حاجه. يا خبر ابيض، دي مصيبه عندي دي بقى. يعني بص، لا الام مثلا النظاره كانت لابس 5 مثلا، يعني بغض النظر عن تفسير الارقام عشان ما نتوهش الناس، مثلا وبقى 6، قال ايه عيطت وابتدينا بقى انا واسي فيها وزوجها، يعني زي ما يكون حصل مصيبه. يعني طب ايه اللي حصل؟ يعني كده عينه بتبوظ. طب هو لبس النضاره ليه؟ طب احنا عملنا له النضاره ليه؟ طب هو ده بيلبسها على طول ما بيقلعهاش. يعني النضاره، يعني حضرتك الارقام بتاعت النضاره ممكن تتغير مع النمو، لكن هي عمرها ما بتبقى ثابته. وبالتالي انا كل سنه اي حاجه في جسمنا بتكبر مش بتفضل مش بتصغر. فانا لما بيكون عندي قصر او طول الرقم ممكن يتغير مع نمو العين، لكن ما هو ثابت. لما بلاقي الرقم اتغير معناته ان العين اتغير حجمها. وانا دايما اشبهها زي البنطلون زي القميص، لما بروح اخد له بنطلون واخد مقاس اكبر او مقاس اصغر، ده معناته ان جسمه اتغير. مش معنى كده ان هو في حاجه باظت عنده او ان في حاجه خربت او حاجه اختلفت عنده. يعني السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، هل النضاره بتعالج الحول؟ زي النضاره الفيديو اللي احنا شفناه ده هو. بعض الاطفال بيبقى عندهم حول داخلي، لما بحط له النضاره بتصلح. كان في الفيديو اللي جاي ده الاطفال بيلبسوا النظارات، في فيديو تاني بتاع طبعا الطفل يعني بعض الاطفال ده برضه كتير جدا جدا. دايما انا عندي اطفال كتيره بيبقى الاهل اول ما بقول لهم ابنك محتاج نظاره الاقيه زعل وتنرفز وتعصب ويقول لي هيلبسها ازاي. فدايما بقول لهم لا ما تقلقش، النظاره عشان كده بقول لحضرتك النظاره مفيده هنا. يعني النظاره بتقدم حاجه. لو الطفل مش بيستفيد من النظاره دي، النظاره اللي هي بتعالج الحول. يعني بص حضرتك، ده جزء مهم جدا يعني من الحاجه. بص حاجه عينيها محوله ازاي، لما احط النضاره طلعت اتعدلت خالص. لما برفع النضاره حولت، لما بحط النضاره اتعالجت. دي ده عندي كميه كبيره من المرضى، وده نوع من انواع الحول المشهور عندنا اللي هو حول نتيجه طول النظر يعني او نتيجه الهايبروبي. طبعا في مشكله هنا، يعني ناس كتير جدا لما هتشوف الفيديو ده هتقول لي طب انا عايز النضاره دي اللي بتعالج الحول. هي النضاره ما بتعالجش الحول، ودول اشخاص عندهم طول نظر، عندهم ضعف نظر معين. لما بنصلح لهم ضعف النظر ده بيتصلح الحول معاه. ففي بعض الناس، بعض الاطفال او بعض الناس اللي بيبقى عندهم نوع من انواع الحول، اللي هو لما بوصف له نظارته اللي هي تصلح له ضعف النظر بتاعه الحول يروح. بس هي مش نظاره للحول، مفيش نظاره للحول. هي يعني النظاره زي ما اتفقنا بتصالح ضعف النظر، هنا في طول نظر وبيصادف معاه في حول، بلبس النظاره بيروح الحول. فهي نظاره لعلاج ضعف النظر اللي هو بيجي معاه علاج الحول، لكن بس هي مش نظاره للحول، هي نظاره ضعف النظر وبيتصلح الحول معاه.
هل الطفل بيستجيب للنظارة؟ يعني رد فعل الطفل مع النظارة ايه؟ لو اي طفل احنا بدون نظارة بيبقى عندنا ارقام معينة وجداول معينة بنشتغل عليها او بتعلمناها، وهي بناء على الجمعية الرمضية لطب عيون الاطفال زي الطفل ده كده. الجمعية الرمضية لطب عيون الاطفال الامريكية حاطة جدول كده احنا بنتبعه في الاطفال، احنا كتجربة عيون اطفال بنبقى عارفين الجدول ده، مش اي ارقام بنديها للطفل غير الكبير. الكبير بيسوق، بيتفرج على شريط البورصة، بيتفرج على الترجمة، فطبعا اي ارقام بالنسبة له مهمة. الصغير لا، الصغير لو ما كانش الارقام دي بتفرق معاه في الرؤيه زي الطفل ده مش هيلبس النظاره فعلا. فعشان كده لما احنا بنقول الطفل ده محتاج نظاره، فاحنا عارفين ان النظاره دي لما هيحطها على عينيه هي هتفرق معاه في الرؤيه، يا اما هتصلح له حول، يا اما هتخلي عنده رؤيه واضحه بشكل كبير، مش مجرد انها واضحه وبس، واضحه عنده بشكل كبير جدا، فبالتالي بيحب النظاره. فالطفل بيحب النظاره لما بيحطها على عينيه ويلاقي وش حضرتك اكبر، بيشوف اللعب في عينيه اكبر، فبيسيب النظاره. لكن لو انت مديله اي نظاره عاديه، وده اللي بشوفه ساعات للاسف مع بعض الاطباء لما بيوصف اللي هم مش في التخصص تبع الاطفال، بيدي ارقام الطفل ما بيرضاش يلبسها لانها مش بتضيف له حاجه ومش بتفيده، فبالتالي ما بيلبسهاش. فلو النظاره بتقدم حاجه للطفل لا بيسيبها، لكن لو النظاره مجرد نظاره تقليديه هنديها للاطفال لا طبعا ما بيسيبوهاش. يعني ازاي اختار النظاره المناسبه للطفل ده؟ دي مهمة جدا جدا جدا، لأن أنا كتير لما بنيجي ندي الأرقام للأطفال، يمكن زي الصورة اللي فاتت، لما بنيجي ندي الأرقام للأطفال بعدين يجوني في المتابعات وفجأة بأن هو واخد النظارة مش مناسبة له خالص، وبالتالي ما بتكونش المشكلة اتحلت جذريا. يعني زي الطفل ده، يعني لو شفنا الفريم هنا هنلاقيه باصص عينيه طالعة فوق خالص مش في النص، احنا مركز العدسة قوة العدسة دي في النص، في نص العدسة دي، هتلاقي النص محذوف على تحت، يمكن مش حاطين عليه أسهم مش مقاسه. لا لا بالظبط، بس مش مقاسه ككبيره، مش مقاسه، مش تفرق معايا انها كبيره ولا صغيره، انا يهمني ان عينيه تبقى في نص العدسه. يعني زي النظاره بتاعتي كده، عينيه تبقى في نص العدسه، ما تبقاش عينيه محذوفه هنا، هو عنده نظارته عينيه محذوفه هنا اهو في الطرف فوق كده فوق خالص، فبعد المركز والبقره في النص تحت خالص. فبالتالي دايما اقول للاهل لو سمحتوا بنروح المحل نحط النظارات على عين الطفل، النظاره اللي الاقي عينيه فيها في النص اقول دي تنفع واركنها على جنب، لان الاطفال برضو بيحبوا يختاروا، وابتدي انقي، لان في نظارات كتيره يبقى شكلها عاجبني بس يعني اني مش في النص. انا حتى لما بروح انقي نظارتي بعمل كده، احط النظاره على وشي اللي الاقي عينيا فيها في النص، في نص العدسه زي عندي كده، اركنها على جنب واقول دي ينفع اختار منها لغايه ما يبقى عندي 5-6 فريمات، بعد كده اقول للطفل انت حابب ايه من دول. لكن كتير جدا نلاقي الاهل خلوا الطفل ينقي نظاره حمراء، نظاره خضراء، نظاره صفراء. يا عم هي مش بتنقي مش بالشكل، لازم تكون ماشيه مع وشها ولابسه نظاره قد كده او صغيره بس انها مش في النص العدسه، وهو بس بيفرحها بالنظاره، واحنا كتبنا مقاسات، فاحنا كتبنا مقاسات في حته والطفل نقى في حته ثانيه والابصار في حته ثالثه خالص، يعني الرؤيه مختلفه، لان مش هو ده اللي احنا مش هو ده المكان الصح ان احنا نشوف بيه ويديني قوه الابصار اللي انا عايز. فاحنا بنحاول نقول يا جماعه راعوا ان النظاره تبقى العين في النص، ممكن نجمع بين الاثنين، احنا ننقي كذا فريم اللي احنا ضامنين فيهم ان العين في النص، وبالتالي الطفل يبتدي ينقي من المجموعه دي، عندي 5 نظارات 10 نظارات انا دول مناسبين لابني، انت بقى يا عم نقي منهم الاصفر والاخضر والاحمر اللي يعجبك، في منهم بيضاوي مدور كبير صغير ما يفرقش معايا، المهم عندي في الاخر نظاره وهي على عينيه، وبالعقل كده تبقى عينيه في السنتر بتاع النظاره عشان يستفيد منها. سياتي بقى الحوار في الحلقات القادمه عن ازاي نتعامل مع ضعف الابصار او قصر النظر بعلاجات مختلفه. كتير طبعا هنتكلم على الليزك، هنتكلم على اشياء اخرى غير الليزك، هنتكلم على الاستجماتيزم طول النظر، ازاي الليزك افاد بكل انواعه علاج تاخر او تاثر الابصار وزراعه العدسات وحاجات كتير بالظبط، وزراعه العدسات وغلافه بقى وحاجات تانية كتير، عالم اخر بقى علم تصحيح النظر دلوقتي، علم تصحيح الابصار طبعا. سياتي هذا العالم بالتفصيل في اللقاءات القادمه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري علاج الحول وعلاج تجميل الجفون ومجرى الدمع، صاحب دكتوراه طب وجراحات العيون وزماله الكليه الملكيه البريطانيه وزماله جامعه كاليفورنيا وجمعيه الحول الامريكيه، رئيس قسم الحول والجفون بمستشفيات المغربي بدبي، والمؤسس والمدير لمراكز طبيبي للعيون. نورت، شاكر جدا على وجودي معاك وكالعاده الوقت الجميل ده، ربنا يخليك. لا لا سعداء بحضرتك جدا، انتظر هذه الحلقات لانها مفيده. كتر خيرك، احنا بنسعد بان احنا بنتعامل ونوصل للمشاهدين من خلال حضرتك في اللقاء الجميل ده، يعني ده شرف لينا ودايما يتكرر ان شاء الله. خليكم دايما مع الدكتور.